كتاب تاريخ لا تنتهي صفحاته، الأهلي ثالث العالم للمرة الرابعة. النهاردة الأهلي اختتم مبارياته في مونديال الأندية برباعية في أوراوا الياباني وعادة ببرونزية رابعة في تاريخه. الأهلي اللي دايماً رافع راسنا للسماء مؤسسة رياضية مصرية نفخر بيها قدام كل العالم. معاه كل يوم فرحة، كل يوم إنجاز، كل يوم سطر جديد مكتوب من ذهب. مليون مبروك للنادي الأهلي، إدارة وجهاز فني ولاعبين، وطبعاً طبعاً جماهير عظيمة موجودة في كل مكان.